الطبيعي يعني الخشوع طبعا بقول يعني في فرق عندنا في الفقه الاسلامي بين الخشوع هل تقول هي شغلها ركن لم اصلي الظهر بتقوم وبتصلي هذا دين في نقدك بدك ايش؟ وامرك الى الله الان بقول كمان هل صلاه التراويح الفرائض والسنن المؤكدات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين جو إيماني روحاني طيب جدا الكثير من الرجال والنساء يحرصون دائما على الحضور وقضاء ليلة القدر هون والناس تتسابق للحضور الساعة 12 بعد صلاة التراويح 8 ركعات وبعدين بنستمر حتى فترة السحر يعني قبل فترة السحور الناس تتسابق لإحضار وجبات السحور هون مجانية لوجه الله عز وجل تمر القهوة السادة الأردنية معروفين فيها وطعمها زاكي وطيب وبرا اللي هي بسموها تركش يعني القهوة التركية وبعدين قبل صلاة الفجر من الأذان الأول والأذان الثاني قراءة قرآن وتسبيح وتهليل وذكر وكذا حتى إقامة أذان الفجر أحسن ليالي العالم ليلة أجمل ليلة بالعالم إنه فيها إن شاء الله الله يبلغنا يا رب الدعاء واستجابة الدعاء بهالساعتين ثلاثة لعند الفجر وبتمنى للجميع الله يعطيه سعادة وبتمنى إنه الله يبلغنا رمضان الجاي